السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. الوصفه ديال اليوم ان شاء الله غادي ندير معاكم العسل ديال التمر. هنا كتاخذوا التمر اللي عندكم. انا كان عندي التمر شويه مخلط مع هاد الايام الحجر الصحي، تقاد لي التمر داك اللي معسل، باقي لي غير هذاك شويه اللي قاصح، وخلطت بيناتهم. الله يعافينا ويعافيكم ان شاء الله وندوزو هاد المحنه. وبغيت نحط لكم الوصفه ديال العسل ديال التمر، حيت تقاد لي باقي لي في القرعه شويه، وبغيت نصوره لكم. هنا قطعت التمر، ولكن ننصحكم تاخذوا داك التمر اللي معسل، اللي رطب مزيان، هو اللي غادي يجي لكم سهل باش تطحنوه. هنا كتقطعوا طرف صغار، كيتغسل من بعد ما تحيدوا ليه العظم وتقطعوا طرف صغار باش يجي سهل في الطحين. كتاخذوا الماء طايب، يكون الماء طايب مزيان غليان، وكنغطيه بالماء غليان، كتغطيه مزيان. صافي، وكتخليوه حتى يبرد. علاش هاد المرحله؟ هاد المرحله باش التمر هاد الماء كله تمشي ليه ديك الحلاوه، هاد التمر كله يخرج لينا داك الحلاوه، داك السكر اللي فيه، السكر الطبيعي ديالو يمشي لينا في الماء. هو اللي غادي نحتاجو الماء ملي غادي نطحنوه، غادي ناخدو غير السائل نصفيوه، مازال غادي يطلق. غادي نغطيو وغادي نخليوه حتى تلقاو الماء برد، عاد نرجع معكم ملي غنطحنوه. السلام عليكم، انا رجعت معكم. هذا هو التمر اللي خوينا عليه الماء طايب، دابا راه رطب لينا. شفتوا الماء كي ولا ديك الحلاوه كلها مشات مع الماء. دابا غادي نطحنوه. اللي ما عندهاش هذا ديروه في الكاس ديال العصير، المهم غير باش نخرجوا زعما اكبر عدد ديك الحلاوه، اكبر كميه ديال ديك الحلاوه اللي كاينه في التمر. انا غادي نطحنوه. اوبس. رجعت معكم من بعد ما طحنتو. ها هو، غتاخذوا شي زيف. انا دايره داك لورغانزا، كنخليه غير هاكا الكوزينه يكون نقي، وغادي نبقاو نخرجوا منه داك الماء. غنخليو كاع هذا اللي طحنا باش نخرجوا داك السائل، هو بوحدو اللي غادي نعصرو، ما غنحتاجوش مازال داك سميتو ديال التمر. ها هو، من بعد ما خوينا في داك الزيف يخرج داك السائل بوحدو، ما تحاولوش ديروا شي زيف لي العوينات ديالو كبار باش ما يخرجش لي داك الشيء ديال التمر. بغينا غير الماء، داك الماء بوحدو. وغديروا شي شبكه، اللي عندها شي شبكه تحطوا عليه، تحط عليه شي حاجه ثقيله حتى تيخرج داك الماء كله. ضغطوا عليه بشي حاجه ثقيله، حزموه مزيان باش ما يخرجش لكم هذاك، تيبقى هكا. كتحطوه كديروا عليه شي طبصيل، هكا شي طبصيل صافي. كتقلو عليه، تقلو عليه بشي حاجه، وخليوه باش يهبط على خاطرو داك السائل كله، حتى ما يبقى فيه والو، تيبقى داكشي ناشف حيت الحلاوه كلها هبطات. السلام عليكم. بالنسبه داك الماء اللي صفينا، ها هو راه بديت شعلت عليه البوطه، ها هو كيبان لكم. دابا شوفوا البلاصه فين واصله، غنبقاو نطيبوا فوق البوطه، ونبقاو مره نحيدوا الكشكوشه. دابا يلا بدات، ما غاديش نحيدها دابا حتى تجمع ليا كلها ونحيدها، وهاد الماء غادي ينقص بحال الطريقه اللي كديروا المربى ديال اي حاجه، الكونفيتور ديال اي حاجه، تبقاو طبخوا فوق العافيه مهيله، ما تجهدوش العافيه حيت الا جهدتوها راه كيطلع وكيفيض. تكونوا دايرين واقفين في الكوزينه ديالكم كديروا شي حاجه، مره حركوه والعافيه تكون مهيله، يبدا يتنقص الماء واللون ديالو كيتبدل. بحال كيتركز لينا ديك الحلاوه،
وغادي نقول بالنسبه لديك بالنسبه لديك الكشكوشه، هي بدات كتجمع لينا، كنبداو نحيدوها. مرة مرة إلى شفتوها تجمعات حيدوها. بغيت نوريكم هذاك، اللي عصرنا منه، راه ما بقى إلى ذقتوه راه ما بقى في ما بقاش حلو، هذيك الحلاوة كلها بطات مع ذاك الماء. هذا هو اللي مهم، تعصروه مزيان. شفتوه ملي تعصر راه غير غادي تجربوا تذوقوه، راه ما بقاش حلو باسل، حيت الحلاوه كلها مركزه في داك السائل، داك الماء اللي خرج لينا اللي عصرناه مشات في ديك الحلاوه ديال التمر. هاني رجعت معكم باش نوريكم كيفاش كيتبدل اللون ديالو، وها نتوما فين كان الماء وغادي وكيهبط بدا كيعقد، بدا كيختار بحال هكا كيعقد شويه. السلام عليكم. ها بالنسبه للعسل ديالنا هو وجد، شفتوا الاخوات شفتوا كي كيجي. بالنسبه للكثافه راه كل وحده كتشوف الكثافه اللي بغات، بغاتو يكون اكثر من هكا عقد راه كتخليه مثلا فوق البوطه حتى يعقد، هو ما حدو كيبرد راه كيتجمع بحال الشك ديال العسل اللي كديروا الشباكيه ولا المربى. ها هو كديروه المسمن، تستعملوه في العصائر، تستعملوه في البطبوط، البغرير، عوض العسل، الاخر هذا كيعوض العسل الحر. اللي ما عندهش العسل الحر هذا بعدا طبيعي، ماشي بحال العسل الاخر اللي ما عرفناش الاصل ديالو ديالاش. ايوا كنتمنى تجربوه ان شاء الله ويعجبكم.